الدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، حيث تولى إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية. الرئيس المؤسس للجامعة الأمريكية في الكويت نال شهادة الدكتوراه في دراسات الحكومة من جامعة تكساس في أوستن عام 1987، وشغل منصب مدير مكتب الإعلام الكويتي في واشنطن العاصمة. قام بتأليف 5 كتب، مقالات وأبحاث عدة، وتلقى أعلى جائزة في دولة الكويت للبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أهلا بك دكتور معنا في مع التقدير وعلى شاشة سكوب. شرفنا. بداية دكتور، كيف رأى دكتور شفيق الغبرة جلسة مجلس الأمة اليوم، خاصة أنها تحولت إلى سرية بناء على طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لعرض الشريط والأزمة الأخيرة؟ يعني سأكون صادقا، لم يسمح لي الوقت لمتابعة الجلسة اليوم. وبالتالي ربما استمعت لبعض ما قلتيه وأنا في الاستوديو عن الجلسة، لكنني لم أتابع تفاصيل الجلسة اليوم بما حصل، وبما أنها تحولت سرية سننتظر نتائج هذه السرية في عندما نسمعها، عندما تتحول إلى علنية. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد عقب استئناف الجلسة لعلنية على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يطلع أعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط، حيثيات الشريط، تفاصيل الشريط، حيث تم عرض تسجيل مرئي أصلي سلم من أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وكان التسجيل عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة مبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماع تلك الأصوات أو فهم ما يقال، لافتا إلى أن المبارك قال أنه سيسلم كل ما عرضه أمام المجلس للنيابة عقب الانتهاء من الجلسة. أيضا زاد الغانم بأنه تم عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بأن هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص صوت مفهوم أو واضح منه، وأن رئيس مجلس الوزراء بأنه تم تسلم مقاطع أخرى مرئية مسموعة من نفس المصدر تتضمن أصوات غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية. بين الغانم هنا أن عدد من النواب المؤيدة لصحة الشريط تقدموا بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الشريط، إلا أن يعني وقفوا عائقا، إلا أن 50 عضو وقفوا عائق أمام هذه اللجنة، صوتوا بالرفض على تشكيلها، موافقة 7 نواب فقط. كيف ترى هذا الموقف؟ يؤلمني أن نصل إلى هذا، وهذا بالنسبة لي يعني أنا يعني سأخذ الأمر بعيدا عن شخصنية الصراع السياسي في الكويت نحو أهمية الإصلاح، شخصنية الصراع في دولة الكويت، يعني بعيدا عن شخصنية الصراع بأبعاده المختلفة، يعني هناك صراع، هناك اختلاف بالتأكيد، وليس فقط الكويت، نحن بطبيعتنا في العالم العربي نشخصن هذه الصراعات، نشخصن المسائل، وأحيانا تخرج الأمور عن النطاق الطبيعي. هذا يؤكد أهمية الإصلاح، أهمية أن يعاد النظر في هذه العلاقة المختنقة بين مجلس الأمة من جهة، السلطتين التشريعية والتنفيذية، الحكومة من جهة أخرى، أن ننظر إلى كيف يمكن للآليات السياسية أن تتطور، كيف يمكن للحياة الحزبية أن تقع وتتعمق ويكون هناك قانون للأحزاب، أن نخرج من هذا الوضع الذي يأخذنا إلى التدني إلى مكان أعلى
يتعلق بإصلاح الواقع السياسي والحياتي. وأنا برأيي أن المشروع الذي طرحته المعارضة منذ يومين، لا أقول أن هذا المشروع هو آخر الطريق أو أول الطريق، لا أقول أن هذا المشروع مقبول لكل الكويتيين أو لربع الكويتيين، لكنه يضع حجرا في مياه راكدة ويطرح موضوع إصلاحات دستورية ربما لا تكون بالكامل هي المطلوبة، ولكن هذا يحرك على الأقل النقاش الفكري والسياسي والاجتماعي حول الاختناق وكيف يمكن أن نخرج إلى واقع أفضل، لنخرج من هذا الصراع إلى صيغة يصبح الهم الأساسي تنمية البلاد، تنمية التعليم، تنمية الصحة. المعارضة لها محور سيكون كثير، ولكن أنا بصدد ما حدث اليوم مثلا بالجلسة، تفضلت منذ قليل وتحدثت عن إنشاء الأحزاب والشخصنية الأحزاب، هل أنت ترى دكتور شفيق أن البيئة صالحة لأن تكون هناك إقامة أحزاب، وكيف ستقام الأحزاب، وهل سنكون بالفعل نحن نفهم ماذا يعني الحزب، أم الحزب قد ينشر أكثر مفاهيم يتخوف منها المجتمع الكويتي قبل أن يسن له قانون؟ يعني لا يوجد طائفية، نعم، أحزاب طبعا. دينية، نعم، أحزاب فك... يعني طبعا. نريد أن نعرف هنا، ذكرت الأحزاب، كيف ترى إنشاء أحزاب في دولة الكويت؟ طبعا لا أرى إنشاء أحزاب، أنا أرى أن الأحزاب موجودة في الكويت، هناك أحزاب قائمة في الكويت، أنت تعرفينها وأنا أعرفها والمجتمع يعرفها، وهي تنزل بانتخابات ولديها مكانة وتقيم تجمعات، قد تعزز أكثر الشخصنية التي تحدثت عنها. كلا دكتور. كلا، عندما يكون لديك أحزاب، بما أننا دولة القانون لابد أن تكون الأحزاب مشرعة بقانون، عندما تشرع هذه الأحزاب بقانون يصبح هناك قانون للتمويل، قانون للمؤتمر العام، قانون للحياة الحزبية. طبعا نحن نتحدث عن أحزاب ديمقراطية، أحزاب تخضع للانتخابات، أحزاب تعيش تجربة الانتخابات، هذا يقودنا طبعا إلى إعادة النظر أيضا بطريقة الانتخابات حتى تكون العملية السياسية أنضج يعني ماذا تريد أنت؟ ما تريده هو إنضاج الحياة السياسية بالكويت. بالمناسبة الحكومة حزب، السلطة التنفيذية بالشكل المكون عليه تمثل حزب، وعندما تختلف السلطة التنفيذية وكأنه حزبين من أحزاب السلطة التنفيذية اختلفوا، واليوم لما تتحدث عن شريط وإلى كأنه حزبين يتخانقوا، يعني اختلفوا على الرؤى ويختلفوا على التوجهات ويختلفوا على الآراء بدون أن أدخل في أي مضمون تجاه هذا الأمر. إذن السلطة التنفيذية حزب، الأجنحة فيها حزب، التيارات في الشارع حزب، القوى الإسلامية حزب إن كانت شيعية أم سنية، القوى الليبرالية فيها أحزاب، لنشرع هذا بقانون وليكن الخلاف أيضا مشرعا على الطاولة بصورة منسقة ومنظمة. طيب نحن أيضا بصدد ما حدث اليوم، تصريح النائب صفاء الهاشم بوجود كتاب عدم التعاون جاهز لحل المجلس وإجراء انتخابات أخرى، رد هنا دكتور علي العمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، تصريح اليوم بأن الحكومة لم تهدد بحل المجلس ولا تملك ذلك، رفض وصف دكتور علي العمير ورفض وصف الحكومة بغير الرشيد. هنا رد الرئيس مرزوق الغانم، قال إنه مطمئن كل الاطمئنان بأن حل مجلس الأمة سيكون فقط بيد سمو أمير البلاد، وهو أيضا شعور الغالبية من النواب، لا يخيفهم إشاعة حل المجلس، حل البرلمان، حل شأن سمو الأمير وحده. هنا نسأل تلويح المعارضة المبطلة في العودة مرة أخرى، وفعلا بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بدأنا نسمع الأصوات تعود مرة أخرى للحياة، تدعو للحشد والنزول للشارع لتنفيذ عدد المطالب. ما الذي نفذته أصلا المعارضة قبل ذلك حتى تنفذه الآن؟ عموما نحن نتحدث عن التلويحات وما دار في جلسة اليوم، كيف تقرأها؟ يعني دعيني، لأن المعارضة سيكون يعني له موضوع كثيراً طويل. ركزت كثيرا على مجلس الأمة جلسة اليوم، نعم، كان لها وعلى صفة جلسة خاصة اليوم، نعم، بصورة خاصة كان لها صفة خاصة، نعم، ولكن لنتجاوز المجلس وإذا ما نظرنا إلى الواقع السياسي سنجد أن الكويت
مكونة من تيارات سياسية ومن قوى سياسية. هذه التيارات وهذه القوى السياسية ليست في جلها ممثلة في مجلس الأمة، وبالتالي هناك قوى غير ممثلة. القوى الغير ممثلة أليست هي القوى التي قاطعت ونزلت واعترضت على الصوت الواحد؟ من منعهم في ذلك الوقت؟ إذا أنت تثق في قدرة العطاء صوت أو أربعة أو إن شاء الله عشرة، أنت عندك ثقة أن أنت تريد أن تفدي البلد وتعمل لتنفيذ عدد مطالب من المواطنين. صحيح. ما الذي منع قوى المعارضة؟ هذه قوى وقفت تقول سنقاطع. يعني لنفترض أنك يعني أنت لديك الآن البرنامج و يعني أنت تحددي إطار محاور البرنامج. نعم، لهذا البرنامج. ولكن لنفترض أنني عندما أجاوب أيضا أنت تزيحيني وتجلسي مكاني وتجاوبي. أنا برأيي أن قيام السلطة التنفيذية بشكل منفرد بإقرار قانون الانتخاب بشكل منفرد فيه تناقض مصالح. اشرح لي هنا دكتور. أي انتخابات يجب أن تتم بصورة يقبلها الناخب ويقبلها المشارك، يقبلها القوي ويقبلها الضعيف، يقبلها المهمش ويقبلها الأقوى، يقبلها الرأس، رأس السلطة وقوة السلطة التنفيذية، كل شرائح المجتمع. نعم، تقبلها شرائح المجتمع، تجار، سنة، شيعة، أطراف، تقبلها المرأة، يقبلها الرجل، يقبلها الجميع. لا أقصد الجميع بمعنى 99.9%، تقبلها أغلبية المجتمع بشكل توافقي. أي قانون انتخابي كحال القوانين الانتخابية في معظم البلدان العربية لا يتم بهذا التوافق يثير شكوكا كبيرة حول صحة الانتخابات، حول مضمونها، حول شرعيتها، وسيبقى يثير ويثير، وبالتالي نبقى في معركة صفين أو في خلاف لا يمثل. وبالتالي لو جئنا إلى المجلس الحالي عندما ينتخب عضو في مجلس الأمة في دائرة فيها 100,000 صوت، ب2,000 صوت أو ب1,000 صوت أو ب1,500 صوت أو ب3,000 صوت، من 100,000 تثير لديك التساؤل أن إذن هذا لا يعني أن هذا لم يحصل، هذا حصل، هذا التاريخ الحديث، هذا ما وقع في آخر عامين، لا بأس، هذا لا يعني أننا لا نخطئ، هذا لا يعني أن الناس لا تخطئ، هذا لا يعني أن قرارات الدولة لا تخطئ، لكن المراجعة بعد كل هذا مطلوبة. وبالتالي الآن هناك مجلس، التمثيل ليس شامل وكامل لأسباب التي ذكرتها، ولكن لابد من إعادة النظر بقانون الانتخاب، ولابد من طريقة لتطوير الحياة السياسية الديمقراطية. الآن تقول لي تأتي الانتخابات القادمة وعلى الصوت الواحد وتوضع المعارضة في موقف تشارك أو لا تشارك، وتشارك ربما تأخذ بنصيحتك وتشارك، لكنها لن تنجح في إيصال العدد الذي يمثل الحقيقة في الشارع بالصورة جيدة. وكأنني أنا أطلب من فيل أن يمر من ممر ضيق، لأن الطريقة يعني هي معمولة بطريقة لا يمكن أن تعكس بأمانة حجم الرؤى والتيارات في الشارع. وكأنك تشير هنا إذن هي كأنها تحدث عن ربع انتخاب، ربع صيغة، صيغة يعني عملية انتخابية منقوصة مثلا، منقوصة. نعم، يعني الأربع أصوات كان ربما تمثيلي تمثل أكثر، لكن أنا برأيي حتى الأربع أصوات غير كافية. يجب أن نكون جريئين. العالم العربي يتغير، الكويت بلد مستقر، الكويت بلد فيه تجربة تاريخية، الكويت فيه حريات، الكويت فيه حدود دنيا لم يتنازل عنها، لم يتراجع عنها. لديك فرصة تاريخية في أن تأخذ خطوة إلى الأمام، وهذه هو جوهر الأمر. دكتور، أليس التعديل يجب أن يكون من قاعة عبد الله السالم؟ تعديل انتخابي أليس من الواجب أن يكون أو يخرج علينا من قاعة عبد الله السالم؟ نعم، ولكن لدينا مشكلة الآن. أنه قاعة عبد الله السالم أصيبت بإشكالات. ما هي؟ حل وراء حل وراء حل وراء حل وراء عدم حل. استقرار، عدم استقرار في الواقع السياسي، وأزمات أنت كأنه يعني هي ما قيمة الديمقراطية؟ يعني أجمل شيء في الديمقراطية، يعني أنا برأيي
أن كثير من الدول العربية خاصة التي لا تتمتع ببرلمان كالبرلمان الكويتي ولا تتمتع بالحد الأدنى التي تتمتع به الكويت فيها نفس المشكلات لو سمحت بالأمور تخرج على السطح، لهذا تأتي الأمور بشكل مفاجئ. لكن في حالة الكويت كل هذه الأزمات تعبير عن المرض، تعبير عن المشكلة. عدم الاستماع للمشكلة لا يعني أنها ستذهب، كل الذي وأن نجد طرق لا تعالج المشكلة وإنما تلتف على المشكلة لا يعني أن المشكلة ذهبت، بالعكس ستصبح المشكلة أكبر وأخطر ومزعجة وتدخل إلى الشخصانية وتدخل إلى تدمير الشخصيات واغتيال الشخصيات بالمعنى الاجتماعي معنوياً طبعاً معنوياً طبعاً يعني وتدخل يعني بقضايا أنا أعتقد أن ستكون الأمور أسلم بالكويت وأريح وأفضل وأكثر تقدماً وأكثر محبة بين الكتل والأفراد والجماعات والشخصيات لو نجحنا في خلق إجماع، لا يشترط أن يكون الحد الأقصى، خلق إجماع ما على تحول سياسي يأخذ الكويت خطوة أو خطوتين أو ثلاثة خطوات إلى الأمام. أعتقد الكل مر بتجربة في السنوات القليلة الماضية، الكل وقع بأخطاء، الكل ذهب باتجاه دون آخر، أعتقد هناك درس يمكن التعلم منه. ولكن هناك ليس كل حل وحل، هناك مبطل بسبب حكم صدر من المحكمة الدستورية، يعني ليس كله حل. صحيح. هناك صحيح صحيح صحيح. إذا نحن اضطررنا لكن في ذلك الوقت تعرفي يعني لننظر إليها من زاوية يعني تشخيص مرضي. يعني يوم المحكمة الدستورية، يوم السلطة التنفيذية، يوم يعني كأنه أنت عم بتعالجي مشكلة بالإيد لا سمح الله، وبعدين لا سمح الله ضربت الكلوة، بعدين جينا وإحنا عم نعالج عم ننجح في بداية علاج الإيد وإلى آخره والكلوة قامت ضربة العين، بعدين في مشكلة والمشكلة أعمق، وبالتالي الباقي أنا برأيي يعني قرار المحكمة الدستورية بإيدي مظاهر للأزمة. كيف نعطي شكل قرار المحكمة الدستورية أن يكون مظهر للأزمة؟ لأن المحكمة الدستورية ستصبح جزء، هذا حكم صحيح حكم، ودائما الأحكام كثيرا الأحكام يعني بالأخير أنت تتحدث عن إنسان، هؤلاء إنسان أمامه واقع سياسي، أمامه حكومة، أمامه برلمان، أمامه شارع، أمامه منطقة عربية، سيأخذ بهذا الاتجاه وقد يصيب وقد يخطئ، وبالتالي يعني نتحدث بمعنى ثقافي، أنا لا يعني لا يعني يأتي ويأخذ قرار، ربما وجد أن هذه من المصلحة ضمن 6-7 مصالح فيها ضرر، وأنه هذا القرار هو أقل الضرر عن النظام السياسي، هذه رؤيته. لكن حتى إذا بقينا هكذا واستمرينا هكذا لن نستطيع أن نفرق بين الضرر والضرر، سيصبح كل ضرر في ضرر. كم ترى نسبة المعارضة بالنسبة لدولة الكويت؟ نسبة وتناسب، يعني هناك من يقول 50-40-20 لا تمثل شيئا يعني الشعب. يعني طبعا انا لا كيف تقرا المعارضه؟ يعني انا رايي ان اي قراءه حقيقيه لمعارضه وغير معارضه تحتاج ل صيغه انتخابيه تسمح لنا برؤيتها، اما تعمل استفتاء واضح وبيعطيك لا نعم على ماذا الى اخره، واما تكون باستقصاء ببحث حقيقي، او انك تقوم ب واقع انتخابي يأتي لك. يعني في عام 2012 على 4 أصوات جاءت حالة معارضة أغلبية، هذا لا يعني أنه يتكرر في حالات أخرى، ربما كان هناك احتقان كان محلي كان إقليمي إلى آخره، لكن هل هناك تذمر عام في الكويت؟ هل هناك تذمر عام برأيي في الكويت؟ هناك تذمر عام، نعم، أنت تستطيع أن تقرأي هذا في الصحافة وفي إلى آخره، حتى عندما تتحدثين منذ قليل إلى آخره حتى أنت تتذمرين. أنا سأسألك، تتسألين عن الحكومة، إذن هناك تذمر عام في الدولة، هناك تذمر عام في المجتمع، هناك تذمر عام من الوزير على الوزراء الآخرين، من وزير على الحكومة التي هو جزء منها. هذا التذمر العام يعكس المشكلة
المشكلة بحاجة إلى علاج، وأنا برأيي العلاج يجب أن يكون إصلاحي، لازم أن يكون ديمقراطي، لازم أن يكون إنساني، يجب أن يكون في كل الأبعاد التي تسمح بانتقال الكويت. وهذا ليس مشروع يوم، يعني لا يتحقق في يوم، لكن على الأقل تقوم بخارطة طريق بسيطة، تبدأ نعيد النظر بمشروع الانتخاب، بطريقة الانتخاب، لا بأس تتراجع بعض الأمور، نعيد النظر فيها. أنا في المقدمة نسيب موضوع الأحزاب على سبيل المثال، ربما هذا يفتح، يعني يخفف من الغيوم الملبدة. هل نحن وصلنا كشعب أصلا كشعوب عربية أن نفهم نحن عندما نذهب إلى أوروبا أو نذهب إلى أمريكا، أو يعني هناك مفهوم الحزب ليس كمفهوم الأحزاب العربية، هناك أحزاب تبدو لا، هناك اختلاف دكتور شفيق. كيف دكتور؟ لا، هناك في الأحزاب العربية تقوم من أجل فصيل معين. أنا لا أريد، أنا أريد أولا في سنتحدث عن قصة الأحزاب لأن هناك، ولكن تحدثت عن الانتخاب. أنت كنت طالب في أمريكا، تخرجت من أمريكا، هل الانتخاب في أي دولة في العالم يقوم بأربع أو خمس؟ طبعا هذا شيء يرجع لدستور وقانون دولة الكويت الذي جميعنا نحترمه، ولكن أليست الانتخابات الطبيعية في أي مكان تقام بصوت واحد؟ ليس هناك معالجة لهذه المنطقة؟ ممتاز، ما قلتيه رائع، لأنه فعلا انتخابات في كل مكان. أنت المواطن الضعيف البسيط الذي ينتخب ويضع صوته، يوصل إلى الحكومة ويوصل إلى البرلمان لائحة من 6 أو 7 أو 10 أو 15 نائبا، هذا في الأنظمة البرلمانية. وهذا المواطن البسيط الذي ينتخب في نظام رئاسي يضع صوته البسيط ليقرر من سيكون رئيس البلاد، لأن هناك اثنان فقط يتنافسون، فصوته إما سيرجح هذا أو ذاك. أما في حالة الصوت الواحد في الكويت وفي المملكة الأردنية الهاشمية، فأنت بين عشرات المتنافسين ستصوت صوتا واحدا لشخص واحد ليس للائحة. وبما أنك ستصوت لشخص واحد من عشرات 90 180 يتنافسوا، هذا يعني أنك على أغلب الحالات لن توصل أحد بصوتك الضعيف البسيط المهمش، وعلى أغلب الحالات بألف صوت، بألف وخمسمائة صوت في منطقة فيها 100 ألف سيصل أشخاص أنت لم تصوت لهم، وأغلب من صوتوا في الدائرة لم يصوتوا لهم، لأن الأصوات تشتت ولا يوجد صياغ حزبية ولا يوجد برامج ورؤى وأطروحات. أنت كناخب تستطيع أن تراقب هؤلاء، وفي المرة القادمة لا تصوت لهم لأنهم خانوا الأمانة، لأنهم لم يمارسوا بشكل جيد. هكذا تصبح المعارضة ليست معارضة دائمة، هكذا تأتي المعارضة، وعندما تخطئ ولا تصيب أنت لا تصوت لها بالمرة القادمة. بحالتنا الأمر مختلف، المعارض يبقى معارضة من المهد إلى اللحد، والحكومة يبقى حكومة من المهد إلى اللحد، وبالتالي تكثر الأخطاء، لا تستطيع أن تحاسب هذا ولا تستطيع أن تحاسب هذا، هذا يحتقن وهذا يشعر بالاحتقان. طب إلى متى؟ إذن علينا أن نسمي الأشياء، يعني تتحمل المسؤولية، وعندما تتحمل المسؤولية تصبح أنت في مكانة وفي وضع أن الناخب الذي ينتخب هو الذي يقرر أن تستمر في مقعدك في الدورة الثانية. هكذا نبدأ بإنضاج المجتمع، نبدأ بتعليم، يتعلم الناس السياسة بممارسة السياسة، يا وهكذا دكتور شفيق. هكذا نصبح كما هي الأحزاب في أنت أوروبا أكاديمي. هذا هو نعم. النقطة، هم كانوا مثلنا ولكنهم كانت لديهم شجاعة أن يجربوا هذا الطريق. نحن ما كانوا مثلنا في طبعاً. الخلاف الصليبي وتوقفت خلافات الأديان وانتبهوا لأنفسهم، كانوا مثلنا حتى في فترة قريبة، يعني في فترة قريبة يعني يكفي الحرب العالمية الأولى والثانية. نعم. ودمروا أوروبا ودمروا العالم. صحيح. يعني كانوا مثلنا في العقلية والفاسية والنازية وغيرها. صحيح. نعم. دكتور أنت تحدثني هنا كدكتور وأكاديمي وطالب من أمريكا ومواطن كويتي، وتتحدث المعارض يبقى معارض من المهدي إلى اللحد. نعم. طيب لأنه ما عنده فرص مع أخرى. كثير الاحترام النائب علي الراشد رئيس مجلس الأمة الأسبق كان مع الحكومة. طيب. والجميع يعلم، وفجأة انقلب وأصبح معارضا ضد الحكومة. طيب. كيف لك أن تفعل؟ إذن المعارض هنا ليس من المهدي إلى اللحد. هناك أيضا علامات استفهام تدور في الشارع الكويتي يجب أن نلمسها. طيب بس معلش حنان، يعني
دعني اقول ليس علي الراشد، نعم نعم انا نعم اخذ نعم علي الراشد هنا كمثال. طبعا لكل قاعده بعض الاستثناءات، ولكن بشكل عام طبعا مفهوم المعارضه ان المعارض عند بحياته لن يصبح مثلا يشكل حكومه، لن يصبح رئيس حكومه المعارض. المعارض بالدول الأخرى لا، المعارض هو الذي يشكل الحكومة، ثم ينظر المواطن إلى أدائه، إما يصوت له 4 سنوات أخرى أم يخلعه ويأتي بغيره. نحن بحالتنا الحكومة ستأتي دون أن تكون عاكسة لمجريات الرأي العام، ومن هنا النقص الديمقراطي، ومن هنا نقص الشفافية، ومن هنا نقص المحاسبة، ومن هنا نقص المساءلة التي نعاني منها في العالم العربي بشكل عام. بالنسبة لتجربة النائب علي الراشد، كيف تقيم لي يا دكتور؟ قيم لي التجربة عندما كان ينادي وكان يرأس مجلس الأمة وكان مع الحكومة، والآن يرفض الاتفاقية الأمنية وكانت متواجدة على طاولته وقتما كان رئيس لمجلس الأمة وحدث يعني تغير. كيف يعني انا كيف تفسر لي؟ يعني انا كنت يعني هنا رئيسا لمجلس الامه وكنت مع الحكومه وفجاه انقلب. ليس فقط علي الراشد، كثير من الامثله، ولكن لان علي الراشد عليه الضوء فنحن ناخذه كمثال. كيف يعني تفسر لي هذا؟ يعني عندي انا تفسير واحد. طبعا انا لا يعني نحن لسنا بصدد علي راشد كعلي الراشد، ولسنا بصدد ايضا انه انا لم ادرس تفاصيل نعم وانتقال لا نعم. كل الذي استطيع ان اقوله انه من حق كل انسان ان يعبر عن رايه السياسي، ومن حق كل انسان ان يغير موقفه، هذا طبيعي. طبعا الانسان الذي يغير موقفه دون اعطاء مبررات كافيه ودون ربما تثير، ولكن دون إعطاء مبررات أو توضيح الموقف. نعم، ولكن نعم ولكن ولكن يعني في برأيي أنه الكثير من الناس ممن ساروا في طريق العمل الحكومي، وربما تنطبق على حالة النائب، لست متأكد هذا نعم يعني نعم يعني لا أريد أن أعطي رأيي، لكن الذين ساروا في العمل الحكومي اكتشفوا أيضا أن الطريق مسدود. كيف اكتشفوا أن الطريق مسدود؟ يعني هل الطريق بالتعليم مفتوح؟ هل الطريق بالصحة مفتوح؟ هل المشاريع التنموية؟ هناك بعض الأمور التي تقع، لكن هناك إشكالات أخرى تقع أيضا. هل انحلت مشكلة الفساد؟ هل الإدارة الحكومية بمستوى الذي يجب، رغم احترامي لكل المشاركين، لرئيس الوزراء، لكل الناس، لكل الشخصيات، هل أنت بمستوى الحدث المحلي والعالمي والإقليمي والأخير أمامك تحديات كبيرة؟ هل 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 بالتالي ستجد من الطبيعي أنه حتى عندما انقسمت الناس في فترة صوت 1 و4 أصوات وإلى آخره، والألوان أيضا وإلى آخره، ستجد أن مزيد من الناس ذهبت ستذهب باتجاه أنه لا نريد إصلاح، لكن ربما بعض الناس لم تكن تريد أن تسير في طريق الإصلاح، خوفا من في بعض الأحيان غلواء المعارضة، مغالاة المعارضة في بعض المسائل، ربما هي تخشى من بعض المواقف لبعض التيارات، ربما الليبرالي يخشى من الرؤى الإسلامية، ربما الوسط الشيعي يخشى من الأغلبية السنية في بعض الأمور، ربما ربما ربما. ولكن برأيي متى ما استطاع المجتمع وقطاعات منه أن توضح أن الناس يجب أن لا تخشى من الناس، وأنك لست بصدد أن تفرض على أحد أي شيء بقدر ما أنك تبحث عن واقع سياسي أفضل. وهنا أتأمل أن يقع النضج في الحالة السياسية الكويتية للجميع، لكل الأطراف، حينها ستسير الناس أكثر برؤية معارضة، ولكن لا يشترط أن الرؤية المعارضة بالكويت هي رؤية غير موالية. أنا برأيي المعارض بالكويت موالي لسمو الأمير، موالي للدولة، موالي للنظام السياسي العام، لديه ملاحظات يريد تطويره، هذا ولا يريد الأسرة أن تبقى، لكن يريد إعادة توزيع العلاقات بشكل ربما التي تسمح، وزارة شعبية، رئيس وزراء شعبي، هذا لا ينتقص من أحد إذا كان ضمن الصيغة ديمقراطية تسمح بتطوير الواقع السياسي الكويتي في إطار الأسرة الحاكمة، في إطار دورها التاريخي، في ظل هذه لا تناقض بين كل هذا.
إذن ربما يعني إذن أنت مع سلطة إذا الوضع السياسي والشرق الأوسط وما يدور الآن منذ 2010 وما قامت دول وقسمت دول وتشرذمت شعوب وانهيار اقتصادات، هل ترى أنت في الوضع السياسي الآن المعارضة وإعلانها عن النزول للشارع هذه ظاهرة صحية في ظل ما يدور الآن ونحن في هذه تخبط الأحداث جميعا ليس في دولة الكويت ولكن في رقعة الوطن العربي؟ يعني طبعا يعني أنا أرى أن يعني إعلان المعارضة إيجابي، ولكن المعارضة يعني لن تنزل إلى الشارع. المسألة ليست النزول بالشارع، ربما تقيم ندوات إذا اعتبرنا الندوات نزول إلى الشارع. لا، ندوات نحن مع الندوات، مع الندوات. نحن نسمع. إذن أنا برأيي أن المعارضة، ما الذي ستفعله المعارضة كما أنا قرأت المعارضة، كما أنا فهمت المعارضة في اليومين الثلاثة الماضيين حول موضوع الإعلان، أن المعارضة كأنها انسحبت قليلا من الأجواء التي كانت قائمة في 7-8 شهور الماضية وعادت النظر. كيف عادت الروح إليها؟ لا، أنا بسبب حدث، لا بسبب أحداث نشرت عبر الجرائد، الشريط ومساعدات سمو رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا بدأوا يتنسموا مرة أخرى وبدأنا نسمع من الشارع. حتى طلابك دكتور شفيق، أنا أتابع على تويتر، حتى الطلاب بدأوا، ستعود المعارضة، عادت إليها الحياة، مثل ما يقولون وجدوا ما يتغنوا به الآن في الشارع. يعني عليك أن لا تستخفي. يعني لم أستخف، أنا أسأل أكاديمي معي ومطلع على الوضع السياسي. أنا بالنسبة لي لم للحظة أكون مقتنع، حتى لو راجعت كل مقابلاتي، أن المعارضة اختفت. يعني بالنسبة لي اختفاء الشيء عن الساحة العامة لا يعني اختفاءه حقيقة، كما أن اختفاء مشكلة عن رؤيتك ورؤيتي، وقد تكون المشكلة في زاوية قريبة جدا، نعم، وقد تكون بالشارع، لا يعني أن المشكلة غير موجودة، وكوننا مقتنعين أن الوضع تمام فأم نخرج الآن تكون المشكلة. إذن وجود الشيء لا يشترط أن يكون في الرؤية العلنية، كون المعارضة لا تتظاهر ولا تنزل ولا يوجد كرامة 2 و3 و4، لا يعني المعارضة اختفت. المعارضة حالة ذهنية، المعارضة حالة سياسية، المعارضة مناخ سياسي. أصلا مجرد عدم مشاركة، هل هو مناخ صحي في دولة الكويت؟ هو أكثر مناخ صحي في دولة الكويت وجود معارضة فيها، لأن الدول العربية التي لا يوجد فيها معارضة هي بخطر، والخطر في هذه الدول خطر كبير، ولهذا أنا أخشى من الدول التي تقمع المعارضة والتي تسعى لتصفية المعارضة والتي تعلن المعارضة إرهابية أو غير. من الدول التي قمعت المعارضة أو لا؟ هناك دول لا يوجد فيها أي معارضة علنية. سوريا على سبيل المثال، سوريا على سبيل المثال، يعني سأخذ نموذج الأكثر وضوحا، سوريا يعني تأتي المعارضة لا أحد، موجودة طبعا مختبئين هنا، شخص بالسجن، شخص أطلق سراحه لا أعرف كذا بعد 20 عاما، لكن سوريا كانت ربما تفتخر لا يوجد لدينا معارضة، ولكن فجأة هذا البركان، تماما كما تنظر إلى بركان وتقول هذا البركان لا يوجد بركان، فجأة يخرج إليك. الدول التي لا يوجد فيها معارضة مهددة بانفجارات مفاجئة يستطيع أن يقوم بها شخص واحد مثل بو عزيزي، شخص واحد مثل شبان درعا الذين اعتقلوا نتيجة كتابات على الجدران، بضعة أشخاص. لأن الدول التي لا يوجد فيها معارضة لا يوجد فيها تنفيس، والتنفيس مهم، ولكن ليس التنفيس الشكلي، نحن نضحك على الناس، إنما تنفيس جوهري يسمح بأن يشعر الإنسان. ما هو التنفيس الجوهري؟ جوهري، إنه يستطيع أن يقول رأيه، يستطيع أن يطرح برنامجا، يستطيع أن يطور فكرة، يستطيع أن يطرح برنامج معارضة، لا ولا يذهب إلى السجن في اليوم الثاني، ولا تقوم القيامة، ويبدأ الحوار في المجتمع. وإذا أجمع المجتمع على الرأي التي تقول به المعارضة بنسبة معينة، وربما اقتنع سمو الأمير ببعض من هذا،
ربما تقع المبادرات، ربما تقع المفاوضات، وربما تقع المساومات، ونقبل بنصف الطريق وليس كل الطريق كمرحلة أولى. إذن هذا التنفيذ، وبالتالي كل ما في معارضة ليس فقط، كل ما في استقرار، استقرار ليس ضمانة استقرار، الاستقرار ممكن يختفي بأسبوع وبيوم وبخمس دقائق. صحيح. شفنا هذا في دول عربية كثيرة. صحيح. ولكن وجود معارضة تنفس وتتحدث وتقوم ببرامج وتطرح رؤى وتطرح اتجاهات ينفس، وبنفس الوقت يسمح بالراحة بين الناس، إنه هناك أمل للإصلاح، هناك أمل للتعديل، ربما ليس هذا العام، العام القادم، ربما ليس خلال عامين، بعد أربعة أعوام نستطيع أن نوقف هذا التدهور هنا، ربما نوقف هذا. هذا يبقي المجتمع متفائل. أخشى دائما من غياب التفاؤل خاصة لدى الجيل الصاعد، وأخشى من غياب التفاؤل بالإصلاح، لأن العنف والغضب والثورات أو اليأس والانهيار والإحباط لا يأتي إلا من فشل الإصلاح. مجتمعات التي وقعت فيها الثورات، وهذا الدرس الكبير الذي أمامنا، هي مجتمعات وعدت، دول وعدت بالإصلاح. رئيس مبارك كلهم شاذلي، كل يعني كله بنج يعني جديد، يعني كل الجو العام 2003 2004 2005 إصلاح 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 إصلاح، وتولى. ألم يكن موجود التيار المعارض في مجلس الأمة فيما قبل المؤتمر؟ ماذا قدم في مجلس الأمة التيار المعارض؟ ماذا قدم لدولة الكويت؟ ده السؤال في غاية الأهمية. مجلس الأمة في الكويت لا يشكل حكومة، لأنه لا يشكل حكومة، هو لا دور حقيقي له سوى تشريع في بعض الجوانب، ولكن دوره الثاني هو أن ينتقد الحكومة. فإذن هو دور عضو مجلس الأمة أن يحاول أن يمثل القاعدة التي انتخبته، ولا يخرج من تيارات وأحزاب وبرامج وإلى آخره. هو دوره أن يعكس أماني المواطنين. المواطنين سيقول له انتقد هذا الوزير، وهذا الوزير لم يقدم الكهرباء المناسبة، هذا الوزير لم يقم بالعمل المناسب، فهو يبدأ ينتقد، يهاجم، استجواب مش استجواب. هذه قاعدة مأزومة جربتها الكويت بالستينات وبالسبعينات، وكانت مناسبة لذلك العصر ولذلك الزمن، ولكنها لم تعد مناسبة لليوم، وبالتأكيد للسنوات القادمة، للمستقبل، للعشر سنوات القادمة ليست مناسبة. هنا أهمية أنه أوكي، أنت معارض، أنت شكلت تيار، تقول لديك رؤية أفضل من رؤية التي أقدمها لك وأنا أعمل لك. أيها الشعب، أنت انتخبتهم، أنا أحترم إرادة الشعب، تفضل شكل الحكومة وتحمل المسؤولية. وإذا ما جاءت الكهرباء وما جاءت المدارس وما جاءت الإصلاحات وما جاءت بالانتخابات اللي وراها، العشرين صوت اللي أنت أخذتهم سيصبحوا صوت واحد، وسيأتي تيار آخر ربما حتى أقرب لوجهة نظري. إذن هكذا نحن ننضج التجربة، لن نخسر شيئا. الأمير موجود، الأسرة الحاكمة موجودة، الأمن موجود، الجيش موجود، الدولة العميقة بين قوسين موجودة في كل الدول العربية، موجودة بالكويت. لن يحصل شيئا. كل الذي يحصل أنك تجرب تجربة، ربما هذه التجربة تعيد صياغة العلاقات وتسمح بدور أفضل، سوفتوير أحسن. كيف اليوم مثلا آيفون كذا، بعدين آيفون 5 آيفون 6، هلا رح يجي 6. طب إحنا لازلنا على آيفون ما قبل الآيفون، على 1962. كيف دكتور شفيق، أين ملف القبيدة الذي لوحت به المعارضة في مجلسها المبطل؟ أين هو ملف القبيدة؟ هل أعلنت عنه المعارضة؟ هل تحدثت عنه؟ فقط القبيدة القبيدة القبيدة، إلقاء اتهامات اتهامات اتهامات. لو جاملتني في 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 بند مجاملة، ولو كان من جيبك الخاص، أنت وزير، أنت رئيس مجلس وزراء، أنت رئيس تنعت وتتهم واواوا، إذا أين ملف القبيدة الذي لوحت به المعارضة في مجلس الأمة وكان في قاعة عبد الله؟ القبيدة القبيدة، عشنا فترة طويلة ملف القبيدة، أين هم القبيدة؟ ماذا أين المعارضة التي قدمت يعني ملف القبيدة؟ هلا أين القبيدة؟ يعني هل هي مجرد تحويلات؟ سمعنا عن التحويلات، سمعنا عن القبيضة، سمعنا رنان رنان، والشعب هنا الشعب الكويتي، أنت تعلم وأنا أعلم وكل من يعمل في دولة الكويت كمواطن حتى الوافدين يعلمون أن الشعب الكويتي يحكمه دستور، يحكمه قانون، يريد الاستقرار، يريد التقدم، يعني ما يريد مشاريع. يعني ما تقوليه الآن، ما تقوليه الآن طبعا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، ولكن الإشكال فيما تقوليه إذا بدأنا نفكر في المشكلات، كل الملفات مفتوحة،
ما في ملف أغلق، ملف التعليم تتحدثي الآن تقولي ملف القبيدة، بعدين أنت ملف هل أنت كأكاديمي راضي عن ملف التعليم بعيدا عن المعارضة؟ طبعا غير راضي. أنت كدكتور يعني أكاديمي يعني ودرست ولفيت العالم في العلم، كل الملفات مفتوحة، ولكن لماذا كل الملفات مفتوحة؟ لأنه لا أحد سيستطيع أن يتحمل مسؤولية العمل الذي يقوم به. سيأتي الوزير، سيجد وزارة ربما لا تمثله، ولا الذين في الوزارة سيحاول بعض الأمور، لن يكون لديه الفريق، الوزارة ليست قائمة على إصلاح هيكلي بحيث لا تتأثر بتغير الوزراء، يأخذ قرارات، يذهب الوزير من هنا، يأتي الوزير وراء، خليني أسأل الدكتور، هناك إصلاح الهيكلي، حالة، هناك إشكال إصلاح الهيكلي، لا يعني هذا يزيد أهمية أن يكون هناك حكومة ببرنامج سياسي وببرنامج واضح، وأن نجرب طريق جديد يساعدنا على الخروج من حالة الملفات التي لا تغلق، تفتح ولا تغلق. طب وبعدين هتغلق، هيصير عندك مليون ملف، طب بلد صغير ما بتحمل مليون ملف مفتوح، يعني كأنك أنت فاتح على الكمبيوتر مليون ملف، الكمبيوتر بنحرق. صحيح صح؟ صحيح. لازم نعمل نسكر ملفات. نعم. حتى نسكر ملفات، يعني الوضع اللي أنت طرحتيه موضوع الأموال وإلى آخره، قبيضة، تحويل طبعًا أموال، طبعا يعني موضوع مثل هذا موضوع كبير، موضوع مثل هذا كان بيتطلب تحقيق حقيقي ومستقل، ولكن لم يقع. إذن بقي في أذهان الناس أنه ربما الذي حصل أقل مما حصل، ربما أكثر، ما وقع تحقيق محايد علمي حقيقي. لكن هناك وزير خارجية استقال، مما أثار أنه هناك مشكلة. إذن نبقى نعيش مع ملف مفتوح، وتأتي ملفات أخرى مفتوحة لتضيف على ملفات مفتوحة، هذا يراكم جبل في مجتمع صغير، إلى أين يأخذ هذا البلاد؟ هنا الخطورة. مشاهدينا نتوقف مع دكتور شفيق الغبرة لفاصل، ومن ثم نعاود الحوار معه، وكيف ينظر للمجتمع الدولي والوضع العربي بصفة عامة، كيف يرى التحركات الحادثة على مستوى الشرق الأوسط. برلمان رياضي.
سكوب نيوز. للاشتراك بخدمة سكوب نيوز للأخبار العاجلة على هاتفك النقال، أرسل كلمة نيوز لمشتركي زين 98905 الوطنية 1483. نحن على نعم الاقتصادية. عدنا مشاهدينا مع دكتور شفيق الغبرة ونتحدث عن الوضع الخليجي. كيف قرأت دكتور شفيق سحب السفراء من دولة قطر الشقيقة؟ كيف قرأت هذا المشهد؟ طبعا قرأته أنه كان في تسرع بالقرار من قبل الذين سحبوا السفراء، لأنه يعني مش بس تسرع بالقرار، يعني طلع أنا كمواطن كشعوب كبشر كمتابعين وكمراقبين ومحللين أنه قبلها بأسابيع كنا نتحدث عن الوحدة، وقبلها كان تحدث عن الوحدة مع كل من الأردن والمغرب، ثم الوحدة بين دول الخليج، ثم جاءت عمان وقالت اسمحوا لي إذا تحدثت عن الوحدة أنا برا الموضوع ولن أشارك في هكذا وحدة، لأنه الأمر سيتعلق بالسيادة وغيرها من مسائل. ثم جاء الحديث عن الاتفاقية الأمنية، بعدين فجأة سحب السفراء. يعني في عصر الشعوب الرأي العام مهم أساسي، هو جزء من الجدل، هو جزء ويعطي رأي أيضا ولديه قوة واتجاهات، كان بالسعودية إن كان في الكويت إن كان في بقية دول الخليج. فجأة تقع فجأة السحب، ربما يقع العودة فجأة، وثم السحب، ثم يجتمعوا في مؤتمر القمة، ثم التعامل. نحن بالطريقة العربية التقليدية، طريقة أيام الله يرحمه الرئيس عبد الناصر والملك فيصل والوحدة السورية المصرية وغيرها. قطر دكتور لم تلتزم ببعض بنود الاتفاقية التي كانت بينها وبين دول مجلس التعاون. يبدو هناك خلل في السماعة. في السماعة، دعيني أحركها. إذن أنت تقولي قطر لم تلتزم في هذا ما يقال، لكن نحن أيضا لا نعرف، الأمور ليست بهذا الوضوح. لحسن الحظ الموقف الكويتي بقي محايدا، دليل أن للكويت رؤية، الكويت لها دور طبعا ودور ورؤية أيضا تتجاوز طبيعة هذا الخلاف، وترى أنه بالإمكان الاقتراب دون أن تتخلى يعني كل دولة عن رؤيتها الأساسية. هل بالفعل تشعر أن هناك خلاف خليجي خليجي؟ نعم، سحب السفراء، الانسحاب العماني، التخوف الكويتي من الاتفاقية الأمنية بالمناسبة، التخوف الشعبي من الاتفاقية الأمنية. أنت مع أم ضد الاتفاقية الأمنية؟ أم تنتظر بعد أن تقرأ جيدا من الخبراء؟ أنا لا أرى الاتفاقية الأمنية أي داعي. لا ترى؟ أنا لا أرى أي داعي، لأنه تريدي بصراحة هناك تنسيق أمني عالي المستوى بين جميع دول الخليج، الجميع يعرف هذا الكلام، هناك تنسيق بين كل دول الخليج بما فيها قطر، ينسق مع الدول المحيطة بهم، الجميع ينسق. إذن لماذا الاتفاقية الأمنية؟ شخص كتب مقال وانتقد وزير في دولة خليجية أخرى يصبح مطلوب أن يسلم؟ على سبيل المثال في الكويت أنت تتحدث عن الحريات ولديك موقف دستوري من الحريات، نصف الكويتيين ممكن يذهبوا إلى السجون لأن الكويتيين يتحدثون ويناقشون، وهي مجرد أفكار وآراء وأطروحات وقيم فكرية. أين نحن من الحريات؟ أين نحن من الموقف؟ الحريات شيء مطلوب في كل دول الخليج، مطلوب بكل العالم العربي، مطلوب بالعالم كله. ولكن الحريات أيضا دكتور شفيق، الحريات لها قيود تلزم نفسك بها، الحريات لا يعني ليست هكذا، ونحن شعوب عربية لنعترف، نحن لن ندعي، نحن إلى الآن كشعوب عربية يجابهني أحد ويتحدث عن الديمقراطية، أنا إن تحدثت معك بديمقراطية واختلفت يعني معك أخرج من هنا مختصمين. يعني أخت حنان، لماذا لا تساعديني على أن أفهم كيف أنت تفهمي الحريات؟
كيف تفهم الحرية؟ يعني قلت الحريات لها حدود. ماذا قصدت بالحدود بالحرية؟ أنا أحترم في بلدي. نعم. أنا أحترم. أنا سأعمل معك المقابلة. نعم. طيب. أنا أحترم بلدي، أحترم دستوري، أحترم قانوني، لا أتعدى على الآخر. أتحدث كيفما أشاء في حدود ما سمح لي به الدستور القانون. نعم. لا أعبر. نعم. ولكن هناك طرق للتعبير ليس لإثارة الآخرين. لكن ليس لاختصام الآخر. نعم. ولكن إذا انتبهت في الاتفاقية الأمنية هناك نص يتعلق بنقد فكري، نقد رأي لشخص، يعني وزير، لشخص شخصيات عامة، شخصيات لها نفوذ وشخصيات تأخذ قرارات تؤثر على دولها ومجتمعاتها. يعني كيف يستطيع مواطن خليجي أن لا يعبر عن بعض هذه المسائل؟ سيعبر. هناك كثير من المواطنين الخليجيين عبروا عن الأوضاع التي وقعت في البحرين من قمع وانتهاك حريات ووقع حالات قتل، وقع مواجهات، وقعت انتفاضة شعبية، فتحت سجون. يعني الغرب، العالم كله يراقب الصحافة في العالم. ما حدث في البحرين أنت طلعت عليه على أرض الواقع. أنا لم أذهب للبحرين ولم أعيش هذه التجربة واقعيا. هل ذهبت إليها دكتور؟ شخصيا لم أذهب إلى البحرين. هل يعني قرأت كما قرأنا؟ ولكن ما قرأته. ولكن ما الذي حدث؟ نعم. ولصالح من؟ الجميع خسر في هذا. ولكن بنفس الوقت ما وقع كان إشكالا عميقا، لأنه في الجوهر هناك وضع يشبه ما حصل في بقية الدول والمجتمعات العربية. مواطن البسيط، المواطن من كل الفئات والطبقات، يريد مشاركة، يريد عدالة، يريد احترام، يريد حريات. هذا هو المطلب في كل الدول والمجتمعات العربية بما فيها جميع الدول الخليجية. الجميع يريد، من لا يريد؟ أنت، أنا، كلنا نريد عدالة، نريد احترام. المواطن يريد مشاركة، يريد أن يسمع صوته، يريد أن ينتقد من يأخذ قرار نيابة عنه، وأريد أن يوصل أيضا من يأخذ قرار نيابة عنه. وبالتالي عندما يقع في البحرين حالة قمع لمطالب شعبية، فبطبيعة الحال سيكون هناك انتهاكات، بطبيعة الحال سيكون هناك مخاسر من المجتمع، بطبيعة الحال سيكون هناك تراجع عن الحد الأدنى مما هو قائم، سيكون المجتمع مختنق، خاصة عندما تأخذ الطابع المذهبي الشيعي السني. أنا سأسأل سؤال ومن ثم سنتحدث في هذه النقطة تحديدا لتطوير مجتمعاتنا. لحظة دكتور، نحن كيف رأيت وفي عجالة، لأن هناك محور مهم جدا، الوضع العربي. نعم. كيف رأيت التغيير في بيت الحكم بالسعودية بوجود وليا لولي العهد، ومن قبله قطر بتولي سمو الشيخ تميم بن حمد أميرا لقطر؟ أنا لا يوجد، كيف قرأت؟ يعني لا يوجد هذا. من حق القيادات في كل المجتمعات. نعم. أن تقرر هذه المسائل، خاصة في الأنظمة الملكية. أنت لديك نظام ملكي وهناك إشكالية الانتقال من جيل إلى آخر، جيل إلى الصف الثاني. يعني نعم، الصف الثاني. فأنت تحاول أن تعالج هذا الأمر. لكن هذا العلاج يتم في ظروف صعبة. في الحالة القطرية انتقلت إلى جيل شاب، حالة الأمير تميم، هذا حق لقطر. في الحالة السعودية انتقلت إلى الأمير مقرن، ولكن ليس كأمير، وليا لولي العهد ومنصب جديد. لكن أنا عندما أنظر إلى كل هذه الانتقالات، السؤال بالنسبة لي ليس فقط هذه الانتقالات، السؤال بالنسبة لي ما رأي بقية أبناء الأسر في هذا التحول؟ هذا أولا. سؤال ما رأي الشعب؟ ما رأي المجتمع؟ هل نعرف عن رأي الناس ورأي المجتمع؟ أين المجتمع المدني؟ أين التيارات؟ أين الأحزاب؟ أين القوى؟ ربما المجتمعات مثل قطر ومثل الإمارات عدد السكان صغير، وبالتالي التعبيرات يعني بين أبوظبي، دبي، عدد السكان صغير نسبة وتناسبا لمجموع السكان. لكن عندما تنظر إلى مكان كعمان أو كمملكة عربية السعودية، حجم السكان أكبر. كبير، تحدث عن 23 مليون مواطن سعودي. ما رأي 23 مليون مواطن سعودي بهذه الانتقالات؟ ما رأي؟ تحدث عن أسرة حاكمة ضخمة بالعدد وفيها أجنحة. هل غياب وجود ظواهر الاختلاف لا يعني أن الاختلاف موجود، أن رؤى أخرى موجودة؟ ماذا يعني هذا للمجتمع بين فئاته المختلفة، بين أقاليمه المختلفة؟ ما هي الرؤية
للإصلاح، لأن برأيي كل الدول بحاجة إلى إصلاح، بحاجة إلى حريات، بحاجة إلى مزيد من الحقوق، بحاجة إلى صياغ من العدالة، بحاجة إلى تعبيرات في ظل الأسر الحاكمة، في ظل النظام السياسي القائم يسمح بانتقال هادئ، وذلك 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 لنتجنب الانتقالات الغير هادئة. الغير هادئة طبعا، لأننا نحن أمام ممر تاريخي إجباري. يا أما انتقال، يا أما انتقالات غير هادئة. وطبعا الغير هادئة بالمناسبة أختي حنان مزعجة ومكلفة وكريهة، وأنا أرى أنها تدفع بالناس إلى ثمن غالي. ولكن الانتقالات الهادئة، صحيح أنت تتخلين عن بعض الصلاحيات وأنا أتخلى عن بعض الصلاحيات، صحيح نصل إلى طريق وسط، صحيح ربما القرارات تكون أصعب في بعض الأمور ولكن والتغيير أبطأ، ولكنها أسلم وأفضل وأعمق وأرقى وأفضل للبقية المجتمع والناس والدولة على المدى المتوسط والبعيد. دكتور، هذا هو الفارق بين الدول التي وقعت فيها الثورات ولا زالت الآن في حالة الثورة، وبين المجتمعات. أنا سأعترض هنا، أنا هنا سأعترض. نعم. أنا هنا سأعترض، أنا لن أكون محايدة. نعم. كان معنا دكتور سامي الفرج وقال الثورة ليست بمعناها الحقيقي وما أصاب الشارع العربي. بدأنا. نعم. بصفعة البوعزيزي، بدأنا طبعا الفقراء وكان طبعا منظم البسطاء من تتحدث عنهم، كانت صفعة وبدأت من تونس ومن ثم في مصر، وكان مخطط لها بطريق جمعيات، والجميع العالم كله اطلع على النشطاء والأحزاب والتيار الذي دخل في جمهورية مصر العربية وكان على رأس وسدة الحكم منذ قليل، ومن ثم انتقلت إلى ليبيا والحبل مثل طيب بس الجرار، يعني كلها كانت طيب مطالبة بحركات تغيير. وليس الثورات. الثورة تقيم نظام كامل ومن ثم تعود. خلينا في تجربة الإخوان المسلمين. طب خليني هنا أتحدث معك، أوضح موضوع الثورة والتغيير. طبعا في أنواع من الثورات، هناك النوع الكلاسيكي، النوع الكلاسيكي كالثورة الروسية معك حق. نعم. كالثورة الفرنسية معك حق، شاملة تقتلع الأخضر واليابس، تقيم نظام جديد. الصينية أيضا. نعم. حتى الأمريكية إلى حد يعني بمعنى الشامل. لكن هناك أنواع من الثورات تأخذ بعد مدني شبه ديمقراطي، تريد تعديل كرامة حريات، تشبه الثورات التي وقعت في أوروبا. عيش حرية كرامة اجتماعية. نعم. هذه الثلاث. نعم. كلمات سمعناها. نعم. في الوطن العربي. نعم. ولا زالت قائمة بالمناسبة. وبغياب عيش حرية كرامة اجتماعية ستتكرر الثورات، لكن ما أخشى أن الثورات القادمة قد تكون أعنف وقد تكون جذرية أكثر. ولهذا لو كنت مكان أي مسؤول في هذه الدول التي وقعت فيها الثورة ويعتقد أن الأمر انتهى، سأحرص كثيرا، لأن مدرسة القمع ستؤدي إلى ثورة أكثر جذرية وربما تقربنا وربما تقربنا من النماذج الروسية والصينية، وهذا ما أخشى منه. دكتور، أنت تحدثت كثيرا ما بين جملة وأخرى، القمع القمع. نعم. القمع في دول الخليج، هناك قمع في دولة الكويت، قد تكون هناك قمع للمعارضة في الوطن العربي، هناك قمع. كيف ترى القمع؟ ما الذي تشير إليه دكتور شفيق هنا؟ قمع قمع قمع. نعم. إذن نحدد القمع، أنواع. نعم. القمع صحيح، القمع أنواع. لكن قبل ما نذهب إلى القمع، علي أن أوضح. نعم. أن عندما نتحدث عن ما وقع في الربيع العربي من ثورات، فهي جاءت في أنظمة فاسدة، باعت القطاع العام إلى القطاع الخاص إلى أقربائها، ورثت الدولة برمتها لأبنائها وهي جمهوريات قالت أنها أكثر تقدمية من الملكيات الأخرى، وأقامت الدنيا وأقعدتها ومنعت المعارضة بكل صنوفها وبكل أنواعها وأفسدت في الأرض. قامت الشعوب غاضبة على هذا دون أن تمتلك خطة وبرنامج. جميع الدول العربية التي وقعت فيها الثورات، من ورث لمن؟ على سبيل المثال في الجمهورية العربية المصرية، كان الرئيس مبارك ورث يريد أن يورث إلى ابنه، كان مهموماً بالتوريث لابنه، كان يبيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، لم يكن الرئيس مبارك يمتلك جوهر القوة،
كان قد سلم لجمال مبارك معظم القوة ومعظم الإمكانيات. انتهى الوضع في مصر إلى أن الناس كانت مهمشة ولا مكانة لها. وآخر برلمان إذا ذكرتي عن 2010 هذا البرلمان 99% للحزب. عندما رأيت هذا أنا بالنسبة لي توقعت أن هناك ثورة قادمة في مصر. وأنا بالمناسبة كنت أقول أن هناك ثورات قادمة في منطقتنا قبل الثورات بعام بعام ونص. كنت أرى هذا الآن كنت أرى هذا. كما تتحدث عن القمع أين لك أن تنتمي لأي جمعية؟ كنت أرى هذا لأنه لا يمكن أن تهين البشر. أنا كنت لما أذهب إلى مصر لا أخفي عليك يعني أذهب إلى مصر وأرى الحالة في الشارع منظر الناس الأجواء أصلا الناس الذين في الفندق يعني لا علاقة لهم أو بالمؤتمر الذي أحضره لا علاقة لهم بما يسير بالشارع. عندما أنظر إلى ما حدث في أسوان منذ أيام أنا لا ألوم أحد اليوم أنا ألوم النظام. هذه تراكمات نظام مبارك وصولها من اليوم هذه تراكمات هذه الأخوان المسلمين وانتشار الأسلحة هذه كيف ترى تجربة مصر يعني حادثة أسوان لم تكن إخوان مسلمين بالمناسبة وإنما كانت نتاج بين قبيلتين انهيار نظام التعليم في مصر تحت مبارك. كان مهموم بالتوريث ولم يكن ليسأل لا عن التعليم ولا عن الصحة ولا عن المستقبل ولا عن المجتمع ولا عن شيء. وهذا انتج الثورة. التعليم في برمته في منطقة الوطن العربي وحتى في الخليج الجميع جاء هنا وقال التعليم أساس والتعليم لا يمت لما يتطلبه العصر الآن. لسنا فقط بصدد مصر ولكن أو مصر كانت القائدة والراعية والمتقدمة والذين كلنا مصر نجيب محفوظ طه حسين مصر العقاد مصر العلم مصر القادر على أن أفضل السينما كانت أفضل كله تراجع 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 وصلت إلى الحضيض. ثار الشعب يريد أن يستعيد روح مصر ولكن يمر بمخاض لا زال يمر بمخاض ومصر لم ينتهي مخاضها. مصر لم ينتهي سينتهي قد يكون مع الانتخابات الرئاسية لن ينتهي مع الانتخابات الرئاسية سيبدأ المخاض مع الانتخابات الرئاسية. لماذا؟ هو المسؤولية كبيرة لأن التيار الإخواني ليس غير راضي لأنه صنف بأنه كيف ترى التيار الإخواني؟ سنلتقي أنا وأنت في هذا البرنامج بعد عامين من الآن ونحلل العامين الأولين من هذه التجربة الصعبة والمعقدة والتي ستبدأ بمخاض جديد ستمر فيه مصر التي أحبها وأقدرها وأحب شعبها أيضا ولكنها ستمر بمخاض صعب. أتمنى أن لا يكون عنيف لأنه المخاضات صعبة. كيف ترى مصر في تجربة الإخوان المسلمين وعاد مرسي؟ دعني أقول لك كيف أرى مصر في تجربة كانت ديمقراطية مدنية؟ دعني أقول لك كيف أرى مصر في تجربة نظام 1952. نحن نشهد بداية نهاية نظام 1952 ربما يأخذ الأمر 5 سنوات من الملكية إلى الجمهورية من عبد الناصر من الملك نظام فاروق 52 هو النظام الجمهوري الذي أسسه الرئيس الراحل الذي يحبه جمال عبد الناصر. هذا النظام برأيه بالشكل ذلك يصل إلى نهاية. هناك محاولة لإعادة إعطاء دفع وقوة يحاول ربما المشير السيسي ذلك. أرى أنها لن تنجح هذه المحاولات ستصل إلى عقدة أن هذا النظام الذي صار له دور الجيش فيه 60 عام يحكم مصر لن يستطيع أن يعبر فيها إلى الحداثة إلى حل مشكلة العشوائيات إلى النهضة إلى التعليم إلى 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 كل القضايا. دكتور أجبني على هذا السؤال هل كنت ترى في مرسي الأمل لجمهورية مصر العربية وفي الغنوشي أمل لجمهورية تونس؟ يعني أنت هنا اطلعني اطلعني أعطيكي إذن أجاوب الآن كلا لم أكن أرى في الرئيس مرسي سوى أيضا مرحلة انتقالية كما أرى في المشير السيسي مرحلة انتقالية كما وقع لصالح من هذه المراحل الانتقالية تحدث عنها ليس لصالح لأنه الواقع على الأرض من التعقيد من الصعوبة. أنت تتحدث عن مجتمع في يمكن 50% أمية أنت تتحدث عن مجتمع نسبة الفقر فيه مرعبة أنت تتحدث عن تواصل اجتماعي الناس ترى كل شيء وتقارن بينها وبين البرازيل بينها وبين تركيا بينها وبين العالم. أنت تتحدث عن جيل مصري شبابي لن يقبل بهذه المهازل لن يقبل بهذا الوضع. أنت تتحدث عن صراع أجيال جيل الفوق 50 احنا لا ننتمي اليه طبعا ولا لكن جيل الفوق اكيد لا تنتمي اليه لا جيل الفوق 50 وبلاش وفوق 60 و70 ايضا وجيل ال15 وال17 وال19 وال20 وال25 وال30 هذا جيل
مختلف، ليس كله لكن طلائعه التي تغير وتتفاصل وتتداخل وتشارك وتناقش وتبحث ستفجر ولكن وراء الأخرى إلى أن تستقر. كيف تقيم لي تجربة الغنوشي ومرسي أيضا مراحل انتقالية؟ جميل، تجربة الغنوشي رائعة. رائعة، نعم. كيف؟ ما الذي قدمه الغنوشي لجمهورية تونس؟ قدم الكثير، وعندما أستمع لبعض ما يقوله ليس فقط الغنوشي وإنما لنائب رئيس النهضة، بل أنصح أن يكون هناك متابعة لما يقوله عبد الفتاح مورو نائب رئيس حزب النهضة. هناك آراء عقلانية تنويرية، يكفي أن حزب النهضة بالنهاية تعلم من تجارب غيره، استمع لنبض الشارع، تراجع عن السلطة. إذن الحرية والعدالة بالإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية أخطأوا وأخفقوا. طبعاً طبعاً طبعاً، لا أقول لم يخطئوا، لا، حتى نكون يعني لم يخطئوا. طبعاً طبعاً أخطأوا، ولكن أخطائهم لا تبرر المزرة التي وقعت في رابعة، أخطائهم لا تبرر قتل عشرات الشبان ومئات الشبان هنا وهناك، ألم يقتلهم أيضا؟ لا تبرر ما يقع اليوم من اعتقالات. لماذا تأخذ صف الإخوان المسلمين؟ ألم يقتلهم أيضا؟ لا تبرر. ألم يعتدوا على الشعب المصري؟ لا تبرر القتل. أين أعين المصريين في ميادين مصر؟ لأن القتل يولد القتل، والعنف يولد العنف، والإرهاب يورد الإرهاب، وأخطر أنواع الإرهاب هو إرهاب الذي يأتي من نظام سياسي. لأن الإرهاب عندما يأتي من نظام سياسي، نظام سياسي أم نعم. نظام إخواني وفصائل وتيارات دينية؟ نظام سياسي الأخطر عندما يأتي من نظام سياسي، لأنه الإرهاب عندما يأتي من نظام سياسي، دعني أشرح لك كيف يأتي. نعم. تعذيب في المعتقلات، اغتصاب في المعتقلات، قتل احيانا في المعتقلات، فقط من الانظمه السياسيه دكتور شفيق، عندما يقع، ليست من الانظمه السياسيه، هناك من يغتصب باسم الدين، وهو يقع كثيرا. كيف رأيت جهاد النكاح؟ دعني، أليس هذا نوع من أنواع العالم العربي صار له؟ خطيني وين؟ سوريا. ليه ما بدك نكمل؟ تفضل. تفضل. هون في بكل ديمقراطية أسمعك وأذاني صافية. في تشويش. لا، لن يكون هذا. خطيني إلى مكان آخر وإلى وضع تفضل كارثي الآن موجود. ولكن عندما أقول الأنظمة، يعني دعنا نتحدث عن إشكالية حقوق الإنسان. طبعا عندما نقول لا نريد أن نتبلى على أحد، ولكن لنوضح الإشكالية كيف هي في التاريخ الإنساني. في التاريخ الإنساني العالمي كانت الأنظمة تعذب، وكانت الأنظمة عادي، أنت مجرم وبده يأخذ منك معلومات يعذب، أنت ربما مجرم بس لسه ما حاكمك، فبالتالي ما في محاكمة 100% تثبت أنك، فيعذبك ويأخذ. اكتشفت المجتمعات أنه عندما أنت تعذب إنسان لمجرد أنه قال رأي، أو أنك عندما تحرم إنسان من حقوقه لمجرد أنه قال رأي، أو أنك عندما تعذب إنسان أخطأ وربما حتى قتل، أن التعذيب وممارسة الانتهاك والاعتقال بدون إذن والدخول إلى المنازل بدون كذا وكله يؤدي إلى تحويل المجتمعات التي يمارس هذا بها من مجتمعات مسالمة إلى وحوش متحركة. لهذا برأيي أنا أغلب الإرهاب في المجتمعات الإسلامية والعربية خلقته أنظمة. أنا ضد هذا الإرهاب ولا أجيزه. أنت تتحدث أن الإرهاب سياسي وليس ديني؟ نعم، الإرهاب بأشكاله في المجتمعات العربية ربما هناك نسبة منه، ربما، لا أعرف، بمعظمه خلقته الأوضاع السياسية المختنقة في الدول العربية التي لا تجيز الحريات، التي لا تعامل معاملة حسنة في السجون، التي تعتقل وتعذب، التي تغتصب في السجون. هناك حالات في مصر منذ أيام، وأنا أعرف حالات في زمن الرئيس مبارك، أعرف شخصيا شبان بالمناسبة وقع هذا إليهم، وأعرف ماذا يحصل لهم بعد أن يخرجوا من السجن. حتى لو رأيت المسلسلات التركية، المسلسلات التركية عن عهد الثمانينات العسكري، وتتري هذه المشاهد المقززة للتعذيب. لهذا الأنظمة السياسية عبر التاريخ وصلت إلى مرحلة أنه لا يجوز التعذيب، أو
تمنع التعذيب، وإذا حصل لا يؤخذ فيها بالمحاكمة، وإذا حصل الرقابة الشعبية على الأجهزة الأمنية والرقابة الشعبية على الجيوش في السياسة. بدأت الأنظمة تخشى من دور الجيوش، حتى أفريقيا لا تقبل دور الجيوش بالسياسة لسبب، لأن الجيوش دمرت أفريقيا وفقرت أفريقيا وخلفت أفريقيا. أنت هنا تشير بأصابع الاتهام دكتور إشكالية. شفيق، أنت أكاديمي وصوتك مسموع، أنت هنا تشير إلى الجيوش بأصابع الاتهام. أنت هنا عندما تتدخل إذن بالسياسة. أنت هنا مع المسار والتيارات الدينية، إن كان شيعية سنية وهابية إخوان مسلمين، أنت مع أن ترى فيهم الملائكة وفي الوهابية نظام سياسي، يعني جزء من نظام سياسي، أنت يعني ترى في الأنظمة عفوا يعني أنت طيب. هنا في الأنظمة السياسية تقول لا، وترى في التيارات الدينية هي التيارات الملائكية التي تحمل لنا الرحمة. ألم تتسبب من أين خرج قتلة السادات مثلا من أين خرجوا قتلة شباب المصريين؟ أنا أقول لك من أين خرجت قتلة السادات. من أين؟ من الجيش المصري، كان مخترقا. ليس فقط هذا، لكن الرئيس السادات كان الرئيس المؤمن الذي شجع التيارات الدينية واستقطبها وعمل معها وأعطاها مجال محدد، وفي هذا الإطار تبلورت. وبما أنه دخل في مجالات كامب ديفيد في حينها، رغم أنني أتفهم ظروف مصر وإلى آخره وغيرها، وصلت الأمور. هذا لا يجيز ما قامت به هذه المجموعة، ولكن علينا أن ننظر إلى الأمر يعني في التجربة الإنسانية. هذا يعطينا فائدة. يعني أعطيك مثلا أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية كان فيها جماعات إرهابية، كان فيها مجموعة اسمها توبوماروس في الباراغواي، ابحثي عنها ستجدي أنهم كانوا يقومون بأعمال إرهابية وغيرها، وكانوا أكثر شيء يخطفوا، يسرقوا البنوك ويوزعوها على الشعب ويعملوا دراما بالموضوع وفيلم. كان عندك حركات ماوية ويسارية وثورية تخطف أمريكيين وتخطف كله إرهاب. أمريكا اللاتينية في السبعينات والثمانينات كانت ملانة إرهاب. طب ليش اليوم ما في إرهاب بأمريكا اللاتينية؟ تحولت إلى حريات. هذا لا يعني أن الجيوش لا دور لها في أمريكا اللاتينية، لازال الجيوش، لازال الدولة العميقة مكانها، ولكن أمريكا اللاتينية تحولت إلى الحريات، إلى الديمقراطية، إلى تخفيف أو منع أو إيقاف الانتهاكات بحق الإنسان. سمحت للبرازيل أن تنهض، سمحت للأرجنتين أن تنهض، سمحت لدول أخرى في أمريكا اللاتينية أن تتحسن. اختفى الإرهاب، وجابوا كل الإرهابيين فتحوا معهم حوار، وقعت التوبة، وقال له خلاص إلك ضمان، سلم سلاحك وستشارك في الحياة السياسية، ولكن ضمن دستور، اتفقوا على الدستور، وضعوا حياة سياسية، بدأت الأمور. لكن الدولة ثابتة، ثبتت نفسها وبدأت بخطة التنمية، ارتاحت الناس، الفقراء بطلوا فقراء. ما هو نوع الحياة الفقيرة ونوع الواقع الاستلابي في المجتمع العربي نوع إلى آخره بيخلق إرهابيين. يعني عشوائيات بتطلع إرهابيين، هذا الفقر، مدينة القبور بتطلع إرهابيين، الواقع الاقتصادي المهمش، الوضع اللي صار بسوريا بعد ما الأسد دمر الشعب السوري وكسر الشعب السوري طبعا بيطلع إرهابيين. يعني بتتوقع ماذا؟ أنت برامير عم تنزل على رأسك، ليس جميعهم من سوريا أيضا، هناك طيب. جماعات اقتحمت سوريا دكتور شفيق. صحيح. علينا أن نعترف أن سوريا طبعاً. ليست لسوريا فقط طبعاً. هناك جماعات كثيرة تدمر طبعاً. في سوريا عاطفي باسم الجهاد وعاصفة دينية طبعا، وستأتي حزب الله من جهة، وستأتي جماعات دينية أخرى من جهة أخرى، مش طبعا. ولكن لو استطاع الرئيس الأسد منذ البداية أن يأتي إلى كلمة سواء مع الشعب، ويأتي إلى حركة وإصلاحات جادة، ويوقف الاعتقالات والقتل العشوائي والتدمير، لما تحولت الثورة إلى ثورة مسلحة بالأساس؟ في عهد مبارك قيل أن الإخوان المسلمين هؤلاء فزاعة الشعب المصري. طيب. عندما وصلوا الإخوان بأي صورة كانت كما يدعون، انتخابات وديمقراطية وصندوق وما الصندوق، ووصلوا لسدة الحكم، انهارت مصر أكثر مما كانت عليه أيام الثورة أو أيام الحركة الانتقالية من عهد مبارك. طيب. عندما تنحى مبارك ومن ثم خروج مرسي عليها. جيد، أنا لن أختلف معك في هل رأيت في مرسي الحنكة السياسية دوليا اقتصاديا الرؤية؟ كيف رأيت هذا التيار؟ يعني ألم تخرج مظاهرة فيها الملايين في 30/6؟ طيب، خرجت مظاهرة فيها ملايين حقيقة. وهذه المظاهرة التي خرجت فيها ملايين، في جانب منها كانت تعبير عن رؤى ومطالب شعبية، وفي جانب منها كانت محمية من الجيش، وكانت دعوة من الجيش أنه تعالوا تظاهروا. ما كان في خطر على حياة أي إنسان نزل بهذه المظاهرة. ومع ذلك ليست لم تكن دعوة من يا دكتور كان في دعوة، ولكن يا دكتور شفيق ولكن حركة تمرد دعت الشعب، وقع الشعب، ولكن الجيش
فوضه حركة التمرد والشعب المصري أن يحميه خوفا من الرصاص. ولكن كان بإمكان هذه تبقى وجهة نظر قائمة. نعم. كان بإمكان الجيش أن ينتظر قليلا. أعتقد مظاهرة أخرى وأخرى كانت ستكون كافية لإيصال الرئيس مرسي إلى الاستعداد للانسحاب. هذا الذي عندك حصل. هذا الإيمان؟ أنا عندي هذا الإيمان. كان لازم أن نصبر قليلا، ربما شهر أكثر، ربما 3 شهور أكثر. أنا كنت أرى المشهد في مصر أنه لا، لن يستطيع الرئيس مرسي أن يستمر بهذه الطريقة، ولكني أخشى دائما عندما يأتي الجيش ويدخل بهذه القوة، خاصة عندما أنظر إلى مصر، طاولة لا تقف على أرجل قوية ويأتي ويجلس عليها الجيش وهو فيل كبير، سيدمر الطاولة ولن يستطيع. لماذا هذه النظرة التشاؤمية؟ ألم تستمع لأول خطاب لمرسي إلى أهلي وعشيرتي وكان مسيرا من التيار الإخوانجي؟ ولكن الشعب قال رأيه، وهذا لا يعطي مبرر لإلغاء، ثم لا يعطي مبرر إلى الإمعان، ثم لا يعطي مبرر إلى مجازر ومواجهات، ثم الدخول في صراع. من منح الإخوان المسلمين السلطة؟ الشعب المصري، والشعب المصري هو من سحب من الإخوان المسلمين السلطة أيضا. إذن أنا برأيي حتى يكون لديك انتخابات فعلا عادلة، على كل التيارات أن تشارك، يجب أن لا يكون هناك حجر على أي رأي، يجب أن لا يكون هناك مانع. يعني أنت عندما تأتي وتقول لي أنا أعمل انتخابات ديمقراطية، نعم، ولكن الرئيس السابق بالسجن وكل الجماعة اللي كانوا معه وكل التيار اللي معه وكل المش عارف مين بالسجن والآخرين ملاحقين وفي مواجهات وفي سلاح وفي طلاب جامعة وفي فئات من الثورة، أحمد ماهر، دوما، كلهم هؤلاء من شباب الثورة 6 إبريل اللي كانوا في 30 يونيو الآن بالسجن. أنت تعترف بهم أنهم شباب ثورة؟ هدول شباب ثورة طبعاً، هدول كانوا في 30 يونيو. وماذا عن التحقيقات وانتمائهم لجماعات خارجية؟ دوراً مهماً. وماذا عن كل ما قدم مع هؤلاء من انتمائهم لجماعات خارجية لتيسيرهم لسفارتهم لصربيا لتدريب؟ دكتور شفيق، إيش يعني تدريب وإيش يعني صربيا؟ لقلب نظام الحكم. لا، ولي قلب نظام حكم، هم كانوا معارضين لنظام مبارك، هذا ليس غريبا. بالمناسبة، طيب ماذا قدم بعد نظام الحق مبارك؟ الحق في أن تعارض، حق من حقوق الإنسان، وأن تعطي رأيك وأن يكون لك رأي آخر في الحياة السياسية. صحيح، حق صحيح. من حقوق الإنسان، من حقك. الإنسان بطبيعته له، اكتسب هذا الحق عبر تاريخ طويل، فما المشكلة في هؤلاء الشبان؟ ولازالوا هؤلاء شبان يحلموا بمصر أفضل. لم يكن الوضع في مصر قبل الثورة 2011 ليرضي العدو قبل الصديق. لم يكن، خاصة مصر. مصر وهي القلب النابض للعالم العربي الذي كاد أن يتوقف. دكتور شفيق، خروج المصريين في 25 من يناير. من يناير. لم يكن خروجا لثورة. كانت مترأسة مجموعة 6 إبريل وهؤلاء الشباب، اعتراضهم على قوات الداخلية، الشرطة. الشرطة. هنا عندما خرج، يعني هنا نغير التاريخ. لا نغيره. كيف؟ هناك تسجيلات قيلت أننا نخرج. تعرفي كيف تحديدا وقعت؟ كيف وقعت تحديدا هذا اليوم؟ كان احتفالا بعيد الشرطة في مصر. نعم، ودعت مجموعة من الشبان ونزلوا وحدثت المشاحنات للثورة في ميدان التحرير. نعم، خرج. ومن لبى؟ لبى الشعب كله. كيف ترى تجربة الشرطة في العالم؟ كيف الشرطة تتعامل؟ هل أنا عندما أجد من يخلخل أمن بلدي أذهب إليه وأرتب عليه وأقول حبيبي تعال أنت قاعد تسوي غلط، ولا رح أشده لما ينزل ويوقف؟ لكن هذه ثورة، والثورات عندما تقع تقع، لا أحد يتحكم، لا أنا لا أنت، لا أنا دعيت إلها ولا أنت دعيت إلها، دعوا إلها مجموعة شبان مثل ما ابو عزيزي حرق نفسه. صحيح. اذا غرفه ملانيه كاز، جاء شباب مصريين ولعوا شويه كبريت. هم لما اندعوا بالمناسبه ليوم عيد الشرطه لم يكونوا يتوقعوا الا بضعة مئات، ما كانوا متوقعين الشعب يقوم بهذا الشكل، وانما ذهبوا وجدوا انه الوف جاءوا، ثم الوف، ثم مئات الالوف، ثم ملايين، ثم ملايين، ثم بدات تكبر. جاء الجيش، جاءت الشرطه لتقمعها، ثم بالنهاية وصل الأمر أن أصبح، وكان هناك أيضا سيل بشري من حركة التمرد وأيضا حركة شباب بسيطين. أنا مش معارض أبدا، أنا المعارضة كانت بأنه الجيش رأى في هذا فرصة للدخول، هو دخل
وبالبداية كان معه شخصيات مهمة مثل البرادعي، كان معه شخصيات أخرى أيضا، كان معه ناس كانوا في تمرد، كان معه أيضا 6 إبريل جزء كبير منها. إذن كان في تحالف كبير. أليس الجيش هو من ناصر كان معه تحالف كبير، وبدأ يفقد هذا التحالف يوم بعد يوم يوم بعد يوم. لا أدري ماذا سيحصل بعد الانتخابات، سيفقد مزيد. هناك نزيف في مصر والنزيف مستمر. يعني أنت كنت مع التيار الإخوان، إخوان المسلمين، أن أنا مع حقوق الإنسان، أنا مع أي حقوق عدم الإنسان؟ العيش كرامة. نعم، العيش والكرامة وعيش هذه شعارات الثورة المصرية. ألا ترى أن أيضاً التونسية هناك في التونسية؟ نعم. نعم. كيف ترى الحريات في تركيا عندما اعترض الشعب في ميدان التقسيم؟ كيف رأيت أردوغان الذي يدعي الديمقراطية؟ مع حق الشعب التركي في التعبير عن نفسه، لا أؤيد. أقيم لي تجربة أردوغان، لكن دعيني المنتمي أيضا للتنظيم الإخواني. أقيم لك تجربة أردوغان في جانب، في جانبين. أردوغان يمثل تيارا إسلاميا، هذا صحيح في جانب، لكن هو يمثل تيارا إسلاميا تطور كثيرا في مواضيع العالم وفي مواضيع الأخذ والعطاء، وأخرج هذا التيار، وهنا عبقريته، رؤية اقتصادية. وهذا التيار نجح في أن يحول تركيا من الحالة التي كانت بها قبل أردوغان إلى الحالة التي هي بها الآن، رغم أخطاء أردوغان، رغم أني لا أقر أبداً منع تويتر ومنع يوتيوب. العصر اختلف، العالم تغير، هذا لا ينفع لا بالعالم العربي ولا في تركيا ولا في أمريكا. حتى في أمريكا تجد أن الجيل الكبير لا يفهم. هذا الجيل الشاب الذي اليوم يعني وهو في مقتبل العمر معه هذه التكنولوجيا المتقدمة، العالم تغير، هناك أكثر من تويتر قادم وأكثر من إنترنت قادم. كنا نتحدث صحيح. لكن ما أريد أن أوضحه أنه الناخب الذي انتخب في الانتخابات البلدية في تركيا منذ أيام انتخب مرة ثانية تيار أردوغان، ليس حبا في أردوغان، ليس حبا في بعض تصريحاته، وإنما حبا في نجاحاته الاقتصادية المدوية والقادرة على أن تأخذ تركيا إلى حالة. على ماذا سنعتمد في الدول العربية؟ في سوريا الأسد دمر سوريا، في مصر مبارك لا يوجد أي إنجاز اقتصادي غير بيع القطاع العام لا أصدقائه وأحبائه إلى آخره وغيره من الناس، الذي هو فضيحة فساد. ما هي الإنجازات؟ هنا الإشكالية. إذن في حالة تركيا هذا تيار جاء من الشعب، هذا تيار كان أقلية في يوم من الأيام، هذا تيار اشتغل على نفسه، تطور ونجح نجاحا آخر، أخرج الجيش التركي الذي معروف بتدخلاته السياسية من الحياة السياسية، خلق حالة وعاء سياسي أفضل للنظام السياسي التركي. سيذهب أردوغان، سيأتي آخرين، هناك تداول على السلطة، الناخب سيقرر وليس السلطة بمعناها الدائم والأبدي. إذن حدثني وفي كلماتنا المعارضة الأخيرة، نحن تجاوزنا الوقت بست دقائق. يا دكتور شفيق الحوار معك يطول ويطول، حدثني بكلمة أخيرة عن التجربة الديمقراطية التي خاضتها دولة الكويت، ونحن لدينا برلمان، ماذا سيقدم البرلمان لدولة الكويت، وماذا ننتظر من المعارضة، وكيف ستكون الأيام القليلة، والجميع متنبئ بصيف ساخن جدا جدا، وانت يعني تقول افسحوا التجربة. نعم. لاكثر من تجربة طبعاً. الصوت الواحد يعني انا اقول طبعا نتمنى ان لا يكون الصيف ساخن، نتمنى ان لا نمر بنفس السخون التي يمر بها غيرنا، اتمنى ان يكون هناك الحكمة تسيطر على كل الاطراف. ما ارى ان المعارضة في عدد في تحالفها ائتلاف المعارضة من تمثل من حركات سياسية تقليدية ام شبابية ام غيرها طرحت رؤية، أرى أن على الآخرين أيضا أن يطوروا رؤى، هذه الرؤى ستنزل، ستقع الندوات، سيقع التفكير. هذا مجتمع حيوي ديناميكي، أنا متفائل في المجتمعات الحيوية الديناميكية. مصر بالمناسبة مجتمع حيوي ديناميكي، وهذه الديناميكية ستبقى لصالح التغيير والتطور، لا تستتب الأمور على جمود نهائي. لا أرى، أنا متفائل بمصر على المدى المتوسط والبعيد. إذن أيضا بعيدا عن الانقلابات أو بعيدا عن تدخل الجيش، أرى أنه سيقع هناك تحرك، سيقع تحرك جديد في مصر باتجاه أكثر ديمقراطية، ولكن سيمر بهذه المرحلة الصعبة قبل أن يصل إلى طريق مسدود. ربما وقتها يبدأ الحديث عن المصالحات الوطنية، وبالمصالحة الوطنية يجب أن تشمل الجميع، الإخوان وغير الإخوان، وتتحدث مع الناس وتصل إلى حالة بناء
الحياة السياسية. في الكويت هذه الحالة متوفرة. السؤال كيف يمكن لهذه الرؤى أن تتفاهم، تتفاوض، تتصالح وتتفق على إصلاح النظام السياسي نحو رؤية معتدلة واقعية؟ لا يشترط أن ما طرحته المعارضة في برنامجها هو الذي سيقع 100%، كلا، ربما ربعه، ربما نصفه، ربما ثلاثة أرباعه. ولا يشترط ما يطرحه الرؤية بالنظام السياسي هي 100%، ولا يشترط الأطراف الأخرى لنتفق على شيء، لكن واضح أن هناك مأزق في الحياة السياسية الراهنة بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى إنتاج. هذه كلمتك الأخيرة. إذن لنتفائل في الأيام القليلة القادمة، وأيضا على أعضاء مجلس الأمة أن ينظروا للشعب الكويتي بروح من الديمقراطية ويستمعوا إليهم وينقلوا رغباتهم. ولي سؤال كأكاديمي ودرست في الخارج، هل لك في عجالة ما هي معايير اختيار الوزير؟ الوزير، منصب الوزير، هل لها معايير أكاديمية معينة تطبق عليه قبل أن يوزر أو يجلس على كرسي وزارة؟ ربما أهم معيار في نظام ديمقراطي أن وزير يأتي ضمن برنامج، يأتي ضمن خطة، ضمن برنامج طوره وهو حزب سياسي معارض، حزب سياسي في مكان من مراكز الاستراتيجية، من الأماكن المعارضة، أماكن الرؤى الأخرى، وجاء بهذا البرنامج ويتحمل مسؤوليته. وبالتالي المعيار الأساسي تصويت الشعب له، برنامجه أن يأتي وزير بانتخابات أيضا، ويأتي بانتخابات في إطار، لكن قد لا ليست انتخابات مباشرة، هي انتخابات لبرلمان، من البرلمان يخرج الوزير في الأنظمة البرلمانية. أما في الأنظمة الرئاسية، الرئيس الذي ينتخب جاء على برنامج، هو يختار وزراء ضمن رؤيته، ضمن حزبه، ضمن تياره. بالحالتين أنت تخلق حالة جدل وحالة مسؤولية. أنت قلت هذا برنامجك، أنت طرحته في الشارع، طرحته في الناصية، طرحته في البلدية، طرحته في المدرسة، في الجامع، في كل مكان، ماذا حققت منه؟ وهنا يبدأ موقف ودور الرأي العام. بالتالي في هذه الوقائع يكون الأساس في هذا الدور. هل هذه المعايير ممكن أن تطبق في دولة الكويت؟ إذا تحولت إلى نظام فيه انتخابات لبرلمان يشكل مجموعة الأحزاب التي تفوز في إطار سلطة الأمير ومكانة الأمير ومكانة الأسرة، حكومة شعبية برئيس وزراء شعبي، كيف نصل إلى هذا؟ قد لا نصل إليه بسرعة. هي الحكومة معظمها من أفراد الشعب وأبناء الوطن، ليس من أفراد الشعب، وليس لا يشترط هنا الانتقاء. أنت بإمكانك أن يكون لديك بالبرلمان أغلبية، تكون الأغلبية برؤية معينة، وأنا أضع حكومة تمثل رؤية أقلية، ربما رؤية لا علاقة لها بالبرلمان الذي انتخبه الشعب. هنا سيقع الصدام. لكن بحالة الكويت، بوجود قضاء مستقل، بوجود سلطات سمو الأمير، لو وقع خلل في الحياة السياسية كبير، هناك آليات لمنع هذا الخلل. لكن أمامنا التجربة المغربية، لا أقول أنها تجربة المثالية، تنازل عن بعض صلاحيات الملك، ولكن هناك رئيس وزراء شعبي منتخب من الإخوان المسلمين، ومعه في الوزارة تيارات ليبرالية، ويعملون سويا. والشعب المغربي ليس بسعيد بتلك التجربة، أن يكون على رأس سدة رئيس الوزراء أن يكون ينتمي للإخوان المسلمين. ليس صحيحا، هذه التجربة في قيد التطور والتجربة، وهي خطوة إلى الأمام. في حالة أنت تعلم جيدا أن الإخوان المسلمين ولاءهم ليس لوطن ولا لأرض، الإخوان المسلمين ولاءهم لبعضهم البعض. أنت إخوانجي، أنت معي، إذا لم تكن معي فتكن ضدي. يعني بالتأكيد دكتور شفيق، يجب أن تمتثل الأخير، يجب أن تمتثل، لكنك تريدين أن تتحدثي، ولكنك تسيطيني أبدا الإخوان لأسباب أيديولوجية وإعلامية، لأنه هذه هي الموضة. هذا تيار في الشرق الأوسط، هذا تسيطني الإخوان، الإخوان المسلمين أنا بالكويت. ما رأيك بالإخوان المسلمين بالكويت؟ أرى سؤال لك. أنا لا علاقة لي بالإجابة عن الإخوان. أنا لا أجد أجنبية، هناك دول، الإخوان المسلمين جزء من نتيجة المجتمع، جزء من حياة الناس. الإخوان هنا في دولة الكويت مختلفين، كما كيف يقول، مختلفين عن الخارج. كيف الإخوان المسلمين في دولة الكويت؟ المسلمين في مصر هم الأكثر سلمية من كل الحركات الإسلامية. يا دكتور شفيق، في مصر وتونس لم يكونوا بهذه الملائكة. في دولة الكويت لا، نستبعدهم. في دولة الكويت هنا مختلفين، الأكثر تقدما في العالم العربي. أنصحك في أن في تونس أم في تركيا؟ أنا قلت الأكثر تقدما في تونس في العالم العربي، في تركيا هم الأكثر تقدما في العالم الإسلامي.
وأرى أن إخوان في بقية الدول العربية قادرين على أن يكونوا مثل تونس ومثل لماذا تركيا لم ينجحوا في مصر؟ يمر بمخاض أيضا، كلنا نمر بمخاض، نحن نمر بمخاض، هذه حقيقة. نحن ونحن نجرب مضطرين، ونحن أمة حرمت من السياسة، حرمت من التعبير، حرمت من التجربة، حرمت من جاءنا الاشتراكية وجاءتنا الجيوش والاستبداد وحرمنا. الآن بدأت الشعوب تجرب، ستقع أخطاء، سيكون المخاض صعبا، سيكون طويلا، ربما 10 سنوات ربما أكثر إلى أن نرى بعض النور. يعني إذا أنت دكتور شفيق ترى أن في الإخوان المسلمين أملا لاقتصادات بعض الدول. أنا أرى أن الإخوان المسلمين سيتغيروا ويتطوروا، وأن شباب الإخوان قادرين على التطور والنمو، وهذا سيقع، وهم سيكونوا جزء من النسيج العام، وشيطنتهم وعزلهم وضربهم وقمعهم يؤدي إلى جعلهم أكثر تطرفا، ولن يهزمهم. لو يمكن هزمهم لفعل ذلك عبد الناصر، رغم شعبية عبد الناصر، رغم قومية عبد الناصر، لم يستطع أن ينهي. الإخوان صار لهم 60 سنة بالسجون وتحت الأرض، خلص بكفي هذا الطريق. علينا أن نستوعب الناس وأن نبحث عن طرق أخرى. هذا لا يعني أن يفرضوا رؤيتهم علي وعليك، لا على المرأة لا على الآخرين، ولكن عليهم أيضا أن يطوروا رؤاهم ويتعاملوا. هذا المخاض، هنا إشكالية المخاض للجميع، ليس فقط على الإخوان، للجيوش، للأنظمة، لكل الجماعات، كل القوى. لو اتفقنا أو اختلفنا، فما يزال دكتوري دكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، له رؤيته الخاصة، له رأيه. ديمقراطيا علي أن أستمع أنا وأنتم إلى وجهة النظر، نحترمها، ولكن نخرج من مائدة مع التقدير، ونحن لسنا مختصمين أو متواعدين بعضنا البعض. هذه هي التجربة الديمقراطية التي نتمناها أن تسود العالم العربي. أسمعك وتسمعني، نختلف نتفق، ولكن لا نختصم، نعمل جميعنا من أجل الأوطان العربية. إن كنا في الكويت نعمل من أجل الكويت، في أي دولة أخرى ونكون نحن شعبها نعمل من أجلها، ونحترم الآخر. عيش، حرية، كرامة اجتماعية، هذا ما يؤيده دكتور شفيق الغبرة، وأيضا حقوق الإنسان. وما زلنا في تكملة المشوار أستاذ شفيق. دكتور شفيق، جزيل الشكر لتشريفك لنا شاشة سكوب ومع التقدير. أقدر هذا اللقاء معك وأقدر مشاغباتك أيضا، فلك الشكر والتقدير. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر أسرة مع التقدير وأسرة سكوب، وتصبحون على ألف خير. غدا لقاؤنا يتجدد بإذن الله في 10 مساء بتوقيت دولة الكويت.